أقدم ممرضة موجودة في المكان ده سنين من التعب والشقة عشان المكان ده يقف على رجله ويبقى حاجة عظيمة، فدي حاجة جميلة قوي لأن احنا بنتشرف إن احنا نقابل ميس أمل. إزاي حضرتك يا ميس أمل؟ أهلا وسهلا بك. أخبار حضرتك الحمد إيه؟ لله تمام بخير. الحمد الحمد لله. لله الله حضرتك خير. بقى مسؤولة الضبط والربط والنظام هنا، ها؟ الحمد لله. كله بقى مظبوط، ها؟ أكيد طبعا، ده عناية، لازم كله يبقى مظبوط طبعا، كله بقى يعني مظبوط. بإذن بتعملي الله. إيه بقى عشان تظبطي النظام هنا؟ أي طبعا، في نظام من أول ما المريض بيدخل، المريض بيجي لنا من هنا من العمليات، بيجي من الباب ده علينا على عناية الزرع هنا. في أماكن بتبقى جوه اللي هي الأوض الأيزوليتد، بنستقبل فيها المرضى. كل طبعا عندي في مسات وفي حكمات وفي عمال ما وفي كلهم مشرفين. كله واقف عم بيتفرجوا عليك اهو، كله، لا ما محبوبة شاء هنا الله، يا مس أمل. الله يكرمك. هو كل الناس هنا صراحة ملتزمين جدا، وكل واحد عارف الرول بتاعه ايه، سواء المس سواء الحكيمة سواء العاملة الإدارية، كل الناس عارفة دورها ايه، التعامل، طريقة التعامل مع المرضى، طريقة لبس الوقايات عشان خاطر طبعا ده مريض واخد علاج مناعته مناعة، بتكون ضعيفة واخد جدا. ايمونو سبريسيف، طب فلازم ده يبقى فيه، لازم تبقى لابسه تماما كله متعقمه ولابسه كل حاجه كامله عشان انت هتتعامل مع مريض يعني لازم واخد علاج مناعه، فلازم يبقى كله تمام. يعني بقالك كام سنة هنا يا مسامة؟ هي انا اصلا يعني من بقالي 32 سنه، بس مش كلهم 32 زرع بقى، سنة. انا من بدايه الزرع يعني حضرتك شفت كتير، يعني الحمد لله. شفتي علاقتك ايه بالمرضى؟ انا عارف انه بيبقى في جزء عاطفي وجزء مهني عملي، اللي هو انت بتشتغلي تعملي شغلك. طبعا بيبقى فيه، يعني مثلا احنا زارعين مثلا عندنا طفله، فالطفله دي 3 4 سنوات ونص، طبعا بيبقى وجع لها قلب بالنسبه لها. طبعا تعامل معين، وطبعا ممكن مامتها تيجي تقعد معاها، خصوصا باباها اللي متبرع لها، فطبعا البنات بقى بيتعاملوا معاها طبعا طفله بقى، ممكن نجيب هدايا، ممكن مثلا يهزروا معايا، يضحكوا معايا، يحاولوا يشربوها، ياكلوها، كل ده لازم يعني. وطبعا بجانب علاجها وتمريضها، ده الاساسي. وطبعا لما بتجي لنا طبعا بنوته برضو متبرعه لوالدها 18 سنه 19 سنه، طبعا بيبقى لها تعامل، شاب لسه صغير بيبقى له تعامل، الاب طبعا بيبقى قلقان على ابنه او بنته، الام بتبقى قلقانه على ابنها، لو الزوجه متبرعه لزوجها برضو، يعني كل ده حضرتك بيبقى. كأم بقى احكي لي عنك، عندك ايه؟ عندك انا معايا انا جده كمان، يعني انا جدة كمان، معايا الله أكبر، اللهم صل على معايا النبي. 3 اولاد، يعني 2 متجوزين وانا جده الاثنين يعني. طب الحمد لله الحمد لله. بكيتي مرة على مريض هنا؟ طبعا يعني حصل، ها؟ اكتر من مره يعني. أصعب حالة تعاملتي معاها كانت إيه على مدار 32 سنة؟ الاطفال صراحه، يعني أطفال، وجع الاطفال قلب، تحس جدا إن، جدا وطبعا يعني. حضرتك جدة وعندك أحفاد، فهو تحس إنه يعني لا صراحه يعني اصعب حاجه فعلا انك تتعامل مع طفل صغير، يعني 3 سنين، ممكن 3 سنين ونص، الحاجات دي بتبقى صعبه جدا يعني. لا شايف مثلا، ايد صغيره، رجل صغيره، الجرح بيبقى كبير طبعا، يعني بيبقى وجع. التعامل صعب جدا مع الطفل، صعب جدا. بس الحمد لله يعني احنا خلاص يعني اتعودنا بقى، والبنات بدات تبقى كويسه جدا مع الاطفال، بالعكس ده بداوا يحبوا الاطفال كمان يعني وكده. عندك كم ممرضة هنا شغالة؟ عندي حوالي 25 ممرضه وحوالي 15 مس يعني. اسم حضرتك ميس أمل، وحضرتك أمل في كل حاجة الله حلوة. يكرمك، شكرا متشكره جدا، لحضرتك، الله شكرا يخليك، شكرا متشكره جدا، الله شكرا. يكرمك. ازيك يا حاجة حميد؟ ازيك يا استاذ؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا في نعمة والله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نعم ربنا كبيرة. طبعا طبعا الحمد لله. طبعا. امتى عرفتي انك محتاجة زراعة كبد؟ والله حضرتك كنت تعبانة قوي ووزني كان زايد قوي، فاولادي دخلت، انا تعبت مرة فجأة دخلت في غيبوبة، فلما خدوني انا ما كنتش طبعا عارفه ان انا في غيبوبه، قعدت 4 ايام في الغيبوبه، فلما صحيت قالوا لي انت فاكره، انت كنت مش فاكره طبعا حاجات من اللي هم بيحكوها، فالدكاتره ودوني للدكاتره، فقالوا لي لازم تزرع كبد تعبان، لازم تعمل زراعه، فطبعا حاولوا كتير 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 كتير، وربنا هدانا للجهاز الهضمي هنا، وبنتي الحمد لله قامت بالاجراءات وعملت ما كنتش فحوصات. تعرفي ان بنتك هي اللي هتتبرع، ها؟ لاخر لحتى ما انا داخله العمليه ما كنتش اعرف ان هي اللي حضرتك ما متبرعه، كنتش عارفه من قالوا لك ايه يعني؟ قالوا لي في الاول، انا بقول لهم في حد منكم ايه العمليه ديت؟ قالوا لي انت كبد تعبان وشفنا متبرع عشان يتبرع لك.
طبعا هم في الجهاز الهضمي مؤكدين ان الموضوع ده غلط، ما فيش حد بره او في تجاره اعضاء ولا كلام من ده، فيش لازمه لحد من اهلك من هم اللي. فطبعا بنتي عارفه ان انا لو او اي حد من ولادي قلت لهم انا لو حد منكم انا مش هدخل العمليه وسيبوني كده. طبعا كنت انا طبعا تعبانه جدا جدا، فهم كانوا خايفين. دخلت الغيبوبه 3 مرات، فكانوا طبعا مرهقين عشاني جدا، فربنا كرمنا وجينا للجهاز الهضمي. يعني حضرتك حرفيا اللي بينطبق عليها بقى بنتك من كبدك، يعني اللي هي بقت جزء من كبدك بجد. مش هي يعني. بقى طلبت من الدكاتره ان انا ما اعرفش لحد اخر لحظه، يعني هي طلعت من العمليه كانت خايفه برضو ان انا اعرف. قالت لهم انا مش خايفه من اي حاجه الا ماما تعرف ان انا اللي متبرعه لها، يعني انا كنت في الجهاز وطلعت من العمليه وهي خايفه ان انا اعرف. يعني دي حاجه مجهود شاق عليها جدا جدا. وانا بصراحة كنت حاجة، الجهاز الهضمي هنا ما شاء الله عليهم كلهم فريق العمل هنا حاجة ممتازة. يعني حاجة أنا كنت قاعدة في الدور السابع 5 سنين. ما شاء الله عليهم اهتمام غير عادي، حاجة جميلة جدا 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 هنا. حضرتك لما دخلتي غرفة العمليات فاكرة بقى أكيد دي لحظات موثقة، يعني ما فيش تفصيلة ما تنساهاش، يعني اكيد الدكتور قال لك ايه وهيك كنت نايمه بقى على السرير وداخله خلاص؟ انا دخلت العمليه انا كان وزني تقيل جدا، كنت 144. فضلت بقى انا حارب شويه ان انا انزل علشان العمليه. فطبعا هم كلهم ما شاء الله عليهم حفزوني، يا حاجه حاولي تخسي حاولي تخسي حاولي تخسي. عملت العمليه هتبقى كويسه جدا. والحمد لله الحمد لله ربنا وفقهم وربنا كرمني ودخلت العمليه وطلعت والحمد لله الحمد لله. اول الدكتور محمد عبد الوهاب اول مره يشوفني بعد العمليه قال لي انا مراهن عليكي ومراهن الاطباء كلها انك انت تاني يوم العمليه او تالت يوم هتمشي تتنططي على السراير على السراير، مش هتقعدي. الكلمه ديت ادتني قوة خليتك تهزمي المرض. انا ما اعرفش هو المغزى بتاع الكلمه اللي ما بعد لما قالها لي قمت قايمه قاعده على السرير فعلا، قلت فعلا هو الكلمه دي هي اللي خلتني اقوم من على السرير. الحمد يعني لله. الحمد لله. حضرتك لما كنت بتكلمي ربنا كنت بتقولي له ايه في الازمه دي كلها؟ والله التوفيق من عند الله. انا دايما دايما في حياتي اقول ربنا الاول ما قبله شيء والاخر ما بعده شيء. يعني سبحان الله ربنا كان كرمني معايا يا بنتي والدكاتره تبارك الله عليهم. ناس محترمه وبتوع ربنا. يعني دوم العاملين زي ما قلت لحضرتك كده، هنا الايمان والعلم يعني الاثنين الصف هنا كله. انا في نفسي الجهاز الهضمي يبقى في كل مصر، في كل بقعه في مصر بعيد الشر، ما يبقاش عمليات، يبقى السيستم اللي شغال هنا يبقى موجود في كل قطاعاتنا. ربنا يكرمك يا حاجه حميده والحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. الحمد لله على السلامه.